أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم أسعد الله مساكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السياسي. كل عام وأنتم بخير، رمضانكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله أن يعيد علينا وعليكم وعلى العراق الحبيب باليمن والأمن والأمان، وعلى النازحين أيضا بالعودة إلى ديارهم إن شاء الله بأقرب وقت. باسمكم أرحب بضيوفي الأستاذ جاسم العسل، نائب محافظ الأنبار سابقا، طبعا أنا أدري به هو كان معاون المحافظ، بعدين أجي لك. كل عام أنت بخير ورمضانك مبارك. تبل بخير إن شاء الله. دكتور سعدون العجيلي الأكاديمي البحث في الشأن العراقي، دكتور سعدون مرحبا بك، كل عام أنت بخير، مرحبا، رمضانك مبارك. أنا وعليكم وعلى جميع أمة محمد إن شاء الله. حياك الله. سأبدي وياك سيد جاسم، أنت مو كنت معاون محافظ، أشو قلت لي قبل الحلقة نائب محافظ الأنبار سابقا، ليش؟ أنا أول ما كنت فزت عضو مجلس محافظة، نعم، وبعدين بالتشكيل صرت النائب الأول المحافظ، نعم، صار حراك سياسي بالمحافظة، من اضطرت إلى تقديم الاستقالة من نائب المحافظ وأصبحت عضو مجلس محافظة. طيب. صار حراك سياسي مرة أخرى بالمحافظة، نعم، يعني تم قالتي من إلغاء عضويتي من عضو مجلس محافظة، أصدر أمر من قبل محافظ معاون محافظ، وأخيرا حتى معاون المحافظ الأنبار عفتلين. أنت عفتل وهم أصدروا بك؟ لا، هو حراك سياسي موجود لحد هاي اللحظة اللي أنا فيها بالسعودية إن شاء الله. ها. أي نعم. طيب خلي أرجع لك دكتور سعدون، كثرة الحركات السياسية في المحافظة تنعكس سلبا أم إيجابا على المحافظة برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إليك دقيقة على مدرب جعلة. نعم بالتأكيد هو مو بس الحراك في محافظة الأنبار، أقصد عن كل المحافظة، كل العراق الحراك حقيقة، ومو لغرض مصلحة المحافظة، قد يأيدني أو ما يأيدني أستاذ جاسم، لكن هو هذه المشاكل سياسية حزبية ما لها أي علاقة بمصلحة المحافظة. فتجد أي شخصية بغض النظر أستاذ جاسم ولا غيره، كثير من السياسيين الوطنيين يحاربون في محافظاتهم على حتى مستوى الوزارات أيضا، هاي الحالة موجودة ومخلفاتها كبيرة ومؤذية على المواطن العراقي. يعني هسه ممكن أستاذ جاسم محارب لأنه وطني؟ أنا بغض النظر أستاذ جاسم، أنا ما تعرفت عليه، بس تعرفت عليه، بس هاي حقيقة مشاكلنا. يعني جزما أقدر أنا أقول أغلب المحاربون من قبل الأحزاب السياسية في المحافظات وفي الحكومة المركزية وفي كل المحافظات تجده من العناصر الكفوءة. أنا ما أريد أزكي أستاذ جاسم، قد نصل قبل الحركة ردت نعم، بس أنا هذا حقا ما كنت أعرف. طيب خلي أرجع لك، وضع إيده على الجرح، لو شنو سبب الحراك السياسي؟ ليش أنت طلعت أساسا؟ أو احكي لي على شنو الحراك السياسي الموجود الآن بالمحافظة؟ جبهة الإصلاح ومو خلصت قبل سنة لو بعد؟ ما أنت تسميها ما يسمى بالإصلاح. ما يسمى بالإصلاح. أنت كنت تسميها جبهة الجكسارة مدري. بالضبط. نعم. لأن شوف اليوم يعني مثل ما تفضل الدكتور وتقريبا أغلب المحللين السياسيين، اليوم أي حراك سياسي موجود سواء بالمحافظة صدقني ليس لمصلحة المواطن وإنما لمصلحة الأحزاب والكتل، بالتالي هذا يؤثر على مصلحة المواطن. ولكن هناك قسم من الأحزاب أو الكتل قد تكون بارقة أمل لدى المواطن، سواء خص محافظة الأنبار قد تكون لها بريق أمل أنه لديها مثلا ثقة ببعض الأشخاص وليس بالكتل لتحقيق أغراض معينة خدمة المحافظة. أتي على سؤالك، عندما كنت نائب محافظ حصل حراك سياسي بين كانت كتلة الحل وكتلة متحدون متحالف لتشكيل المحافظة. في تلك الفترة عندما أقيل السيد محافظ الأنبار السابق بسبب إصابته حصل لتشكيل محافظ أو لانتخاب محافظ، فالكتلة التي كنت أنتمي إليها اشترط أنه لا يصوت لهذه الكتلة إلا أن تبادلنا المواقع أنا وهو حتى يصبح لين لا 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 أقضية. أنت ويا من تبادلت؟ أنا وعلي علي فرحان، لين كان نائبين محافظ هم من إلهي الفلوجة والمحافظ من الأنبار الرمادي، ونائب رئيس المجلس من الفلوجة ورئيس المجلس من الفلوجة، ف
كانت المصلحة السياسية أنه يجب أن يكون نائب محافظ من قضاء الرمادي، فاستقاليت أنا من نائب محافظ الأنبار ورجعت إلى مجلس المحافظة كعضو مجلس المحافظة واستمر عملي إلى قبل. يعني من الأفضل لك، نائب المحافظ لو عضو مجلس؟ بالنسبة لي يعني عملي عضو مجلس أو محافظ أو حاليا. استقاليت بضغوط سياسية أم هكذا؟ لا لا لا، استقاليت لمصلحة التحالف واستمرار التحالف بأداء خدمة المحافظة. أما الأخيرة وقد عندما شكلت جبهة ما يسمى بالإصلاح بتلك الفترة، هي وين راحت صحيح؟ طشرت، ما قدروا نعم، ولم قالوا المحافظ مرتين، لكن القضاء الإداري أثبت عدم صحة الإقالة وبدأ المحافظ باستمرار. عرض علي أحد أعضاء مجلس المحافظة، تكلمت في اللقاء قبل سنة من العام، نعم، عرض علي مبلغ 200 مليون وبالنص، قال لي بالنص بحرفين، قال لي حتى المشاهد طقلك 200 مليون وخروا على ابو ريشه ورجع. قلت له انا بالنسبه لي وديك ساره يا احد؟ لا لا، قال له طقلك 200 مليون بالنص. فما اصممت انه قلت له انا صوت على محافظ الانبار في تلك الفتره، لان المحافظه كنا في عوده نازحين وتحرير الفلوجه في تلك الفتره تحديدا، فيجب هناك استقرار لغرض العمل لتحرير قضاء الفلوجه. فبعد هذه الفترة تم إقالتي من قبل تحالف الإصلاح، من عضوية المجلس. من عضوية المجلس. نعم. صرت معاون محافظ. نعم. مو؟ نعم، أصدر سيد محافظ الأنبار معاون محافظ، ولكن بسبب هذا الخلاف السياسي والحراك السياسي. شنو الحراك السياسي الجديد؟ أنا بدك تسولف لي عليه. حراك هذا الجديد شنو؟ الحراك السياسي الجديد يعني صار انه كتل بعض الكتل المشكله لمجلس المحافظه، ارتأت تغيير محافظ الانبار مره اخرى الان بالجديد. نعم بالجديد في الوقت. اي كتل تحديدا؟ يعني كتله الوفاء الانبار وكتله الحل اللي زعمها السيد قاسم. نعم نعم، وكتله الحل. نعم، واضافه الى اعضاء يعني اعضاء مستقلون في مجلس المحافظه. هذول الكل كم يصير عددهم؟ يعني الان يعني الكتل بين متوازنه تقريبا، مره يعني يوم يصير هاي 15 يوم يصير هاي 16، يعني يوم يطفر واحد بالضبط، يصير مطافر منا ومنا، ولكن ان شاء الله لبي خير ومصلحه المحافظه ان شاء الله يكون رب العالمين يسند لسبب، لانه اهل انبار ذاقوا ما عانوا. اليوم اغلب اعضاء مجلس المحافظه اللي موجودين اللي صاروا بكتله التصلاح واللي غيره، واليوم يتزعمون القرار السياسي بالمحافظه، صدقني كان ولا واحد منهم موجود بالمحافظه عندما كانت تحت قصف نيران داعش، كان موجود الاخ فالح والاخ مصطفى العرسان، واكثر من اثنين ثلاثه يجون زيارات خاطفه، وخص بالذكر الاستاذ عبيد ايضا موجود كان، والباقي كلهم كانوا موجودين خارج اسوار محافظه الانبار وبغداد وبربيل، ولكن من تحررت المحافظه بدا اليوم الصوت يعلو. يعني انا عتب اليوم اللي اضيف على كلام دكتور سعدوني، اللي يشتغل اليوم بمحافظاتنا، اللي يشتغل بغيره على اهله وعلى ناسه، يحارب من بعض الكتل السياسيه ويحارب من بعض الاحزاب السياسيه، علما انني كنت ما منتمي لاي حزب ولاي كتله سياسيه في تلك الفتره، ولكن من جيت المجلس المحافظه انتميت، صرت ويا كتله الحل حتى اقلها تحميني سياسيا من ظلم ومن ظلم بعض الكتل السياسيه. حسيت الان ويا كتله الحل؟ نعم. وراح تصوت وياهم ضد السيد صهيب؟ انا اليوم مو عضو مجلس محافظه، ما اصوت. ما تصوت؟ نعم، مو عضو مجلس محافظة. طيب راح ارجع لك. دكتور سعدون، اليوم احنا ليش خلينا نقول المجتمع السني، خلينا نكون واضحين، يعتبرون الانبار كانها قبلة لهم، متى ما صفت الانبار راح تصفى المناطق السنية الباقية، ومتى ما بقت الانبار هالشكل بيناتهم كل ساعة شيلها وجيب وحط وهذه، تبقى الوضعية كانها تحسهم. ليش؟ حقيقة الموضوع مؤلم جدا. الأنبار هي أقدر نسميها هي قبلة كل العراق، لأنه هي بمساحتها بسكانها بعشائرها بوزنها بمصادرها أيضا، يعني محافظة لها وزنها، لكن المشاكل عندما تكون في الأنبار بالتأكيد تأثر على كل العراق. لكن نترك، احنا العراق عزيز على قلوبنا من شمال الجنوب بغض النظر عن كل المحافظات، كانت سنية أو شيعية أو خليط من الشيعة والسنة والكرد وغير ذلك. لكن الأنبار بالنسبة للسنة حقيقة لها ثقل ووزن، لأنه منطقة ما بيها خليط، يعني محافظة الغالبية العظمى
تقريبا 99%. بس المشاكل البيئة حقيقة تأثر على كل العوام. المشاكل البيئة ما البيئة مو خريط بيها خريطة. نعم وهي المشكلة. احنا ليش ان شاء الله مشاكل صحية. احنا ليش والله مو صحية استاذ جاسم، يعني حقيقة ابدا مو صحية. المشاكل عمرها ماكو مشاكل صحية وغير صحية، هي مشكلة. المشكلة تسميتها واحدة مشكلة وانتهى الموضوع. بيئة سلبيات ما بيها ايجابيات، ماكو شيء اسمه التوافق يصير بايجابيات، بس المشكلة ما بيها ايجابيات. والدليل على ذلك الان شوف التناحر بين العشائر بالانبار، شوف التناحر بين السياسيين بالانبار. تجد سياسي او ما يدعي انه يقول انا الشيخ ويطلع يتكلم على شاشات التلفاز ويتكلم على الشيخ الثاني، من المدعوم ما تعرف، قاعد ببغداد صار له من الاحتلال قد يكون او بعد الاحتلال بخمس ست سنين ما دخل الانبار، ماخذين ورقه ضغط على كثير من الشخصيات السياسيه في الانبار وفي المناطق السنيه، كل المناطق السنيه اللي هي المحافظات السته. عندنا الان تلاحظ دياله وما جرى بدياله، دياله خليط وعباره عن عراق مصغر حاله حال كركوك، يمكن بس التركمان نسبتهم قليله، في حين اكو في منطقه السعديه اكو تركمان موجودين، عندنا كرد، عندنا مسيح، عندنا شيعة وسنة. الآن ديالة هادئة، نعم هادئة، نقول الحمد لله. ما مو هادئة، سيد رعد الدهلكي أكثر من طلع تصريح يقول وضع مشتعل وخطوف. العتب على رعد الدهلكي وعلى سليم الجبوري وعلى نهدى الدايني، ما أنتوا شنو شغلكم؟ أنتوا اللي الآن رئيس البرلمان هو رئيس لجنة حقوق الإنسان، أو يعني زين أنتوا شنو شغلكم يا مو هادئة؟ يعني ليش مو هادئة مثلا؟ أنت يا رعد الدهلكي، أنا مو مسؤول، أنت عضو مجلس نواب أعلى سلطة تشريعية، اطلعوا صيروا عندكم رجولة قولوا سببها فلان وفلان وفلان. ديالة ما قاعد تستخف، لكن للأمانة تقيسها بالأنبار لا، ديالة الآن أهدأ. تقول لي بيد أهدأ، يعني الآن ديالة أهدأ من الأنبار؟ نعم أهدأ بكثير. نعم ديالة أهدأ من الأنبار. نعم خلي كمل الحديث. ديالة نعم أمنيا أهدأ من الأنبار حقيقة هذا الموضوع، لكن تقول لي هنا عايشين بعز؟ أقدر أقول لك هذا الموضوع يعني ما عايشين بعز 100%. من اللي خلاها تكون آمنة؟ هم ما راح ندخل بهاي التفاصيل وما ندخل في هذا السجال، لكن الأنبار يعني إذا أستاذ جاسم العسل أو غيره أو غيره أو غيره. الآن أنت عندما تأتي إلى شخصية سياسية بالأنبار تريد تعمل 100 واحد يحاربك، يعني سوى كلام يقولك يعني يطفر، ويعني هو هذا راح يحل مشاكل الأنبار، تعال طق لك 100 و200 وزين. 100 و200 منين غير من قوت الناس؟ ليش راح أجيب من بيت أبوي ينطي 100 و200؟ هذا يعني النازحين الآن وأعزاء قوم من أهل الأنبار الآن الحمد لله أقول بدأوا يرجعون. يعني أنا حقيقة قبل فترة كنت في منطقة الخالدية وشفت المنطقة آمنة الحمد لله، والناس بدأت ترجع واللي دا يرمم بيته، والحياة نوعا ما لا بأس بيها، وهي ما تأثرت أعتقد بموضوع داعش الخالدية مثل باقي المناطق في الأنبار. لكن انت تجي على شخصيات سياسيه وعشائريه متناحرين بيناتهم، هل هذا التناحر يصب بمصلحه المواطن؟ بالتاكيد الجواب لا، يولد لنا مشاكل ويولد مشاكل كبيره. الان تلاحظ انت شخص اذا المحافظ واذا غيره تلقيه مدعوم من بغداد، زين ليش دعمي من بغداد مثلا؟ ما هي الاسباب؟ كثير من السياسيين والعدوان الشخصيات العشائريه بالانبار يقول لك لانه الجهات العليا في بغداد مستفيد من عنده ماديا او معنويا، بغض النظر شنو الفائده، ما اريد نتكلم بهذا الكلام حتى لا يحسب علينا. لكن انت تاتي الى شخص يخدم بالمحافظ، ليش حارب؟ لماذا؟ اسأل أي شخص بسيط، لو وطني لو يشتغل مخربط. مو هي المشكلة وين؟ المفروض يكرم يكافئ، المفروض إذا كان يشتغل نعم إذا كان يشتغل مخربط، لو سوى مخربط حيل أموره ماشية، مو هي كارثة؟ هذا التناقض الموجود. الآن الشخص يعني هو اللي دا ينطي فلوس للمسؤولين الكبار، منين دا يطيبوا فلوسه؟ وغير دا يسرق؟ ليش هو يعني أنا بس أريد أعرف موضوع المشاريع الوهمية وغير ذلك. الآن أنت عندك تثبيت حالة أن أشخاص يسرقون من الأنبار وينطون لأشخاص في بغداد؟ أنا مو من الأنبار، أنت لا تدخلني بهاي لا في بغداد. شوف أخي، هذه صارت مثل السنينة عند العشائر، يعني يقول لك أنت تريد تثبت نفسك لو تعطيني مشروع، مواضيع كثيرة وعندي شهود عليها كثير. طيب راح أرجع لك أستاذ جاسم، ناوي ترجع معاول محافظ لا؟ لا أبد يعني أنت حير قافل على وضعي. إيه لا مو أكو خفايا بالموضوع، حكينا. شوف أنا بس أعقب على كلام الدكتور، هسه أنا أرجع لك على كلام الدكتور. أنا مسجل هالنقاط راح أرجع لك، بس أول حكيني أنت
ناوي ترجع؟ لو لا ما ناوي خلاص مع المحافظ؟ أي؟ لا لا ما ارجع. منين السبب؟ يعني ما ارجع ليش؟ انه هو مو انا اللي يعني، حتى بالنسبه للسيد صهيب الراوي نعم هو يعرف شنو مواقف جاسم العسل بالنسبه له. يعني انا مثلا تعرضت الى صارت دعوتي ودعوته وقيلت قيلت بسبب لانه وقفت وياه ويا صهيب الراوي، وهذا الموقف ما يعني ما غزر بصهيب وسوي هيك امر. اثنين شنو سوى صهيب؟ يعني قصدي هذا الامر قبل استقالتك يعني إيه الاعفاء مالي نعم من معاون المحافظ، وانا كنت يعني اشد المتضررين وحفاظا. انا استقاليت من نائب محافظ حتى صهيب الراوي يصير محافظ. طيب وتضررت وكنت اقدر اروح، واللي وي الاصلاح اللي راحوا وقبضوا وفلوسه هو يدري انا ما اخذت 100 دينار واتحدى واحد بكل الانبار من مسؤوليه يقول جاسم العسل ساوم ابو ريشه خابرني 3 مرات وما قبلت اروح وغيره وغيره في سبيل انه استمرار المحافظه. الان ابو ريشه علاقته زينه ويا صهيب؟ ويا صهيب نعم بالتحالف ويا ابو ويا صهيب. كان قبل يشتغل ضده بس وياه هسه ويا نعم. فانا بالنسبه لي لنا لان انا احد لاحظت نعم انا ولا قبلت بصهيب خلاص انا ما يفيدني لا صهيب ولا يفيدني ابو ريشه. انا يفيدني الشارع الانباري خليه ينظر من جاسم العسل. اذا محتقل اذا نازحين انا ما عرفت النازحين، اذا معتقلين انا اللي طبيت انا ويحيى المحمدي وطبينا طلعنا المختطفين وجبناهم للعامريه وغيره وتحرير الفلوجه. اغلبهم كانوا ما موجودين وانا منذ الوهله الاولى ورجعت اهلي بمدينه الفلوجه منذ اليوم الاول الى اخر نازح في قضاء الفلوجه وتواصلت وياهم بالخدمات. هذا اللي يعنيني. اما اذا تحرك وعمل اعمل سواء كنت بالمنصب او خارج المنصب قلتها سابقا واقولها اليوم، ولكن المواقف تسجل عند ابناء الانبار. يعني اليوم أهل أنبار والفلوجة بالذات يعرفون من جاسم العسل، وحتى نفسه صهيب الراوي والتحالف يعرف من جاسم العسل. بس الموقف اللي ما يثمن يعني جنة سيدنا الإمام علي يقول جنة بمنة. الآن احكي لي الحراك اللي داخل المحافظة منو بي؟ أنا الحراك اللي اختلطت علي الحراك اللي داخل المحافظة ايه الحزب الإسلامي طيب وقسم المتحدون أو متحدون ايه الحزب الإسلامي مع الشيخ أبو ريشة نعم هذا جهة. نعم. والجهة الثانية إضافة إلى قسم المستقلين عفوا، الجهة الثانية الوفاء الأنبار والحل وبعض المستقلين وهم بعض المستقلين، فهي صارت كفتين. الكفتين صار يعني بيناتهم بعض الأمور، وإن شاء الله يصفي وإن شاء الله نقول رب العالمين يقف ويا الجهة اللي أصلا. من المرشح محافظ بديل؟ لحد الآن هو السيد صهيب الراوي محافظ الأنبار. لا اقصد هم منو الحل والوفاء منو يريد يخلوا المحافظ بعد هو غير يطلع المحافظ حتى يتفقون على محافظ اكو يعني. الان تعتقد ان المشكله هذه هي مشكله اساس المشكله هو مشكله الخط السريع والشركه الامريكيه؟ لا اخي شوف اليوم احنا كليتنا اليوم كل حتى العشائر بالانبار وهالانبار اليوم كليتنا متفقين انه نريد هذا المشروع يمشي. هذا المشروع مو اختصاص الحكومه المحليه قطعا، هو اختصاص الحكومه المركزيه بقى بس يتوقع. وهذا الخط السريع وتامينه وفتح منفذ الطريبيل هذا راح يعود بالتالي بالنفع الى كل محافظه الانبار اضافه للقرى. صهيب وابو ريشه شنو ارتباطهم موضوع الخط السريع؟ لهم علاقه؟ اكيد هو اكيد. شوف اليوم السيد المحافظ الانبار هو رئيس اللجنه الامنيه، الشخص الاول بالمحافظه بقراراته برسم سياسته ومع مجلس المحافظه. رفعوا توصيات ولكن الاختيار وقع من قبل الحكومه المركزيه. ما له علاقه سياسيه؟ لا لا ما له علاقه. طيب الحل والوفاء يسعون الى انهم يصير موضوع الخط السريع بيتهم؟ لا لا اخي هو قطعا الخط السريع لا بيد صهيب محافظ الانبار ولا بيد الوفاء ولا بيد الحل ولا بيد اي شخص. هو قراءه هو عقد يوقع من قبل الحكومه المركزيه ممثل من وزاره الداخليه وزاره التخطيط. هناك لجنه ورفعت التوصيات الى الامان العامه لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء لصادق. اليوم الخط السريع كل ابناء الانبار سياسيين وشيوخ عشائر وابناء محافظه الانبار اليوم كلنا ندفع بهذا الاتجاه للتامين السريع ما يعود على اثر ايجابي اقتصادي للمحافظه فقط. فقط يقول ديالة هذا من الانبار دكتور سعدون؟ لا شوف احنا اليوم اني دكتور سعدون اخ عزيز وعرفته قبل اللقاء ويداوم بالبحث الدوائر المهمه. اليوم الانبار احتلت تقريبا ما عدا 3 اللي حديث العامريه والخالديه فقط. البنى التحتيه استهدفت 100% مال المحافظه، بس اليوم احنا اذا قارنا ديالى بالانبار او صلاح الدين او الموصل رحنا الحكومه المحليه بشقها التنفيذي والتشريعي كان لها دور افضل من الموصل وافضل من ديالى خصوصا بعوده النازحين وتقديم الخدمات.
وطبعا هذا يعود لبعض القيادات الأمنية وخاصة يعني سعد حربية قائد عمليات غرب الأنبار اللي كان والحاليا شرق الأنبار اللي كان، يعني الدور الإيجابي في السروع في عودة النازحين. يعني عودة النازحين في الفلوجة والأقضية المحيطة بها كانت أو النواحي كانت يعني أكثر من المتوقع. فإذا ما قارنا اليوم ديالة ما سقطت كلها ولا سامح الله، لا سامح الله، اليوم الوضع بالأنبار وضع تقريبا لولا البنى التحتية وتوفر بعض الخدمات أفضل من كثير من المحافظات. بالوضع الحالي أفضل من صلاح الدين وأفضل من موصل وأفضل من ديالة بالوضع الحالي إذا ما قرنا بالمحافظات، لأن إحنا على الرغم من قلة الموازنات والكل يعرف أنه يعني سمده ما ينطون فلوس الأنبار، يعني صلاح الدين صار مخصص لها 75 مليار قدم خصص موازنة المحافظة 23 مليار هاي السنة، بس احنا نشيد بالدور الأمم المتحدة ودور المنظمات. يعني احنا يوم أمس المنظمة أو أحد ألمانيا إجابت آليات تقريبا المحافظة ما يقارب 500 مليون فجوزت على شكل دفعات للدوائر. يعني هذا أنه كان أكو حسن نية من المنظمات والدول تمنح الأنبار للأنبار كما تفضل الدكتور أنه إلها وضعها الخاص. الأنبار إذا استقرت تستقر التالي ينعكس الاستقرار. وأنا بال 2006 عندما أهدنا الأنبار حرروا الأنبار انعكس الأمن كله على المحافظات والأنبار، يعني حتى فندق ما بيها يعني التلاحم العشائري. أما الشيوخ اللي محسوبين على الشيوخ اليوم، شوف شيوخ العشائر اليوم معروفين لدى أبناء الأنبار ولدى السياسي الأنبار. أكو عندنا شيوخ اللي هم شيوخ القبائل الحقيقيين، ما صور يوم واحد منهم طلع على الإعلام وحكى على أهله وحكى على حتى سياسيينه. ممكن اليوم أنا كسياسي إذا شيخ العشيرة وشيوخ الأنبار يوجهوا لي النقد أني أسمع منهم واحترم وجهة نظرهم. أما اللي يطلعون محسوبين على الشيوخ واللي قاعدين بالفنادق واللي ما لهم بصمة في تحرير الأنبار والوقوف مع هالأنبار يطلع على وسائل الإعلام وأنا الشيخ الفلاني، فذول هم مثل الأنبار، ذول يمثلون وجهة نظرهم. نعم نعم بس المشكلة وين اليوم المتلقي؟ نعم. المتلقي من يسمع يعرف هذا الشخص الشيخ فلاني ما يعرفه، ابن الديالة، ابن صلاح الدين، ابن الموصل. بس اليوم أنا ابن أبناء المحافظة هم عندنا العشائر اللي إذا كانت أبو فهد وإذا كانت المحامدة وإذا كانت أبو عيسى وإذا كانت الجميل، هذول شيوخهم ما طلعوا يوم الإعلام وحكوا لا على المحافظة ولا على السياسيين، بس ناس ترتبط بأجندات خارجية مولها الدولة، سواء كانت مرتبطة بأحزاب خارج نطاق محافظة الأنبار، أحزاب مرتبطة بدول لهدم وعدم استقرار بالمحافظة تحكي على أبناء محافظة الأنبار. يعني اليوم احنا صارت هواية ملاحظات سلبية بالنازحين، بس اليوم أنا ما أطلع بالإعلام أكو واحد اليوم من يحكي أمور تنعكس عليه. هو اليوم النازح، اليوم المرأة النازحة هي أختي وأمي وأختك وأمك. صح. اليوم أنا ما أنطي بيها في سبيل على وسائل الإعلام، عندي شيء أقدر أصححه، ما عندي شيء أسكت ولا أحكي ولا أحكي الحكي اللي مين حكي حكوا بوسائل الإعلام، وما حكى الشيخ ابن شيخ وابن ديوان، حكوا ناس محسوبين على الشيوخ. جميل دكتور سعدون، احنا يمكن ناخذ عبره من خلافاتنا السياسيه اللي دمرت محافظاتنا وتدمير كل المحافظات اليوم هي بسبب الخلافات السياسيه اللي موجوده وصار اللي صار، واستغل داعش الخلافات السياسيه. ممكن تأيدني؟ نعم. الخلافات السياسيه ودخل. احنا يمكن نتعرض من هذا الموضوع، وشلون راح نعالج ايضا ظاهره الشيوخ الكل ساعه طالع لنا واحد ويحكي باسم عشيره ويضرب بهذا ويتكلم عن هذا. قبل ما أدخل لك بهذا السؤال بتفاصيل هذا السؤال اللي راح أجاوبك عليه بدقة إن شاء الله، يعني حقيقة هاي التسميات الوفاء الحل هاي يعني في التسميات رأينا أنا أراد العود أي والله، بس شنو اللي قدموه يعني حقيقة؟ بس الأسماء يعني بطرق الاسم، شلون أقول لك؟ أنا دائما كنت أتجنب، لا كنت أتجنب مثلا ورشة الصداقة، الصديق، هذا انا اتجنب تلقيه هو يعني ابدا يشتغل عدل. لا بس خل احكي لك شغله. لا خليك منك بس نقطه نظام. اسمعني مداخله. لا بس دقيقه. احنا نكون صادقين، انا زرت الانبار في وقت ما كان السيد قاسم او كان محافظ الانبار كان جميل، فانا ما اعرف الانبار كان هو كمينة. الوفاء اللي تحكي عليه الوفاء يعني لا انا عذرا انا مو متقصد بس هاي الاسماء نفس الناس كره هالسؤال. هسه انت لا تسمح لي استاذ انا ما اسال. هسه انت اليوم بجهه دام بالوقف السني مدير عام بالوقف السني، اذا انت تقول مثلا هي انا مو دفاع، انا قاسم يمكن انا تاتش افهم عليه، بس مثلا هو اسم حزب
اليوم اسم كتلة. زين انت اليوم رئيس البرلمان دكتور سليم الجبوري ابن دياله وعنده اربع احزاب، انت مكان ما تحكي على الانبر روح تحكي على الدياله على سليم وعلى غيره وعلى احزاب كلهم سووا احزاب. اولا انا احكي لك انا يعني بعيد كل البعد عن اي توجه سياسي حقيقه، متى ما شفت الساحه للمخلصين ان شاء الله نقول امثالك امثال الخيرين الموجودين ذاك اخوك. انا بس خلي اكمل فكرتي. نعم. دكتور بينما الان المخصصات اللي وصلت السيد صهيب هي لو نفسها ايضا واصله القاسم شان كان ايضا نجد ان صهيب اشتغل بنفس اللي سوا انا ما اثير اثير حفيظ احد وانت تقول اسماء النار هذه اسماء انا الى لا الى هالاسماء. نعم حقيقة نتمنى تكون فعلا وفاء وفعلا حال يا ريت، لكن احنا بس الاسماء يعني زين. والحزب الاسلامي شو ما ذكرته؟ لا الحزب الاسلامي انا ادري بيه يعني لا لا قصدي الوفاء والحل والحزب الاسلامي. انا عندي نظريه اعطيك نظريه اذا تسمع بس دور بالانبار يعني الحزب الاسلامي والله يدعشي لك لا الحزب الاسلامي ولا اي حزب اخر ولا الشيخ. انا اقول الشيخ يقعد بديوانه ويوجه عشيرته باختيار الشخوص الوطنية المحترمة، ما يظل حاط عباته على شتفه ويفتر، هذا مو شيخ. هذا ايدك هاي واحد جانب. اثنين الأحزاب الإسلامية خلي يمسكون المساجد بشكل صح ويمسكوها المساجد ويدعون يدعون للدين بشكل صح. احنا من خلق لنا الإرهاب؟ ألف رحمة على والدي استاذ لا زين والله استاذ استاذ دكتور تفضل يلا كمل فيك. احنا من خلق المساجد مسؤولية الوقف السني؟ انا على الوقف السني السني بيه رئيس لكن 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 اخي هاي هذا واقع. انت الان كثير من المساجد وكثير من الأئمة والخطباء في المساجد ما الوقف السني ما شايل عصاته ويلزمهم بالعصا، ايش يسوي من الوقف السني؟ هي حكومتك بصوره عامه مو مسيطره على كل الوضع بالعراق، لا الوضع الامني ولا الاقتصادي ولا الديني ولا السياسي، احنا الان يعني انت هاي الان النازحين والمشردين شنو ذنبهم؟ يعني مزاج السياسي او مزاج فلان من الناس او قائد عمليات او مسؤول امني والله اليوم ما يدخلون. اليوم السيطرة اللي بين بين الفلوج وبين بغداد هي سيطرة هي بين عزة نفسك وكبرياء للعالم، هي مو مذلة بالله عليك انت من الأنبار يا أخي العزيز. احنا ليش نناقض نفسنا؟ الواقع الموجود واقع مر. انت الآن خلافاتهم السياسية من دي يدفع ثمنها؟ دي يدفع ثمنها سليم الجبوري لو دي يدفع ثمنها حيدر العبادي ومن دي المواطن البسيط. انت قلت لي شلون حتى نحل وضعنا؟ ما نحل وضعنا الا نحكم عقلنا. اذا المواطن العراقي ما يحكم عقله بالاختيار بالانتخابات القادمه اللي راح اني اول الخارجين للانتخابات، انا ما رشح بس اطلع انتخب الاكفى والاصبح. ذيك الانتخابات انتخبت؟ نعم انتخبت. من انتخب سليم الجبوري؟ لا والله انتخب سليم الجبوري. نعم امانه من انتخبت؟ والله سليم الجبوري انتخب سليم الجبوري. نعم نعم انتخب. لا على اي سبب على سليم؟ لا 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 احكي لك بس خليني احكي لك شغله قبل ما انتقل فاصل. المساجد هي مسؤولية دائرة المؤسسات اللي موجودة بالوقف على رأسهم السيد مدير عام دائرة المؤسسات، مو مسؤولية حزب الحل أو الإسلامي أو الدعوة يجيد زملة الإمامة أو يجيد حسينية. خلينا ننتقل فاصل، خلينا ننتقل فاصل بعدين نكمل. أحبتي الكرام مستمرين معكم في برنامجكم السياسي، لكن بعد هذا الفاصل النقاش محتدم والضيوف والدكتور خلينا ناخذ فاصل. مرة أخرى أحمد الكرام مرحبا بكم أستاذ جاسم العسل ورحب بك مرة أخرى. أهلا دكتور سعد العجيلي مرحبا بك مرة أخرى. خلي أعود لك لهذا السؤال لأنه أنا مد وقتك أنطيك وقتك استحقاق لا تقول هم ظلمتوني. ظاهرة الشيوخ والأنبار وكل واحد يتصدر الزعامة بحيث حتى الآن اليوم أنا ابن الجنوب حتى أهل الجنوب يقول لك والله ما نعرف من وين رأسها من وين رجليها تايها علينا شلون نعالجها؟ يعني أنا عتبي على أستاذ جاسم وكل الخيرين موجودين يعني أذكر لا نعم. أنت الآن ابن الأنبار يعني أنا ما أعرف يعني أعرف الرموز بالتأكيد أعرف نعم. يعني أكو رموز وأكو بيوتات رجالاتها معروفة لكل العراقيين وعلى بشكل خاص عند أهل السنة، لكن أستاذ جاسم أعرف من عندي مثل ما تفضل قال لك الشيخ جميلة شيخ أبو عيسى المحامدة غيرهم غيرهم معروفين وما طلعوا ولا صرحوا ضد أبنائهم وهو هذا الشيخ الصح. الشيخ ما يتهجم على أحد يعني أنت شلون تعرف الشيخ من قام يتهجم ويسب هذا مو الشيخ لأن الشيخ ما يوصل لهيك رذالة وهيك مستوى.
لكن انت عتب على استاذ جوزيف بالك احد لو هيك لا لا ما ببالي احد انت ليش ليش تدي عن جرنال على مدارهم لا بالك احد يقول لي اسماء واقول له حق رد مقصود راح موسى وانتقدني الانتخاب شخص راح اجاوبه انا يلا اذكر اسمهم استاذ جوزيف لا ما انتقدتك بس قلت لك راسي عرفتك انت لا لا انا احنا بالنسبه ان اول عرفت انت اخذ دكتور شنو خلفت دياله دياله وسليم كان زميلي حقيقه كنا ندرس شالي قال كان زميلي بالجامعه واستاذ فقطعا انتخب زميله وهسه المفروض اذا انتقد افضل اكثر واحد انتقد سليم نعم اخي سليم انا مو محل مو طلع بس احنا مو بصدد ننتقد المهم بس لا ليش احنا نسولف رمضان مبارك على كل العراقيين واعلى سلطه تشريعيه انا ما سب هسه احكي لي شلون نتخلص خلينا ننتقل الاستاذ جاسم على مود وقته بدقيقه هاي الظاهره ما شلون نتخلص منها نتخلص منها باختيار الشخصيات الوطنيه اللي انا احكم عقلي 100,000 مره شلون حد يتزوج يصير راح يتزوج اي وحده لازم يسال ولازم يدقق ويتحرى حتى يختار الزوجه اللي تتعاشر طول العمر اذا عاشرته بقت عشرته فالسياسي نفس الشيء السياسي يجب اللي تنتخبه تسال عليه وعلى اصله وعلى عمله وشنو معطياته وشنو شو قدم للمحافظة مثلا اروح انتخب حتى تصلحون الحال نترك القبلية والطائفية ونترك كلها نصلح حالنا ما راح يقدروا يتركون القبلية لا 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 ده مو هو اللي يدفع الثمن هو المواطن العراقي اليوم يقدرون اهل الانبار يستغنون عن قبليتهم وكذا بس يبقون شوف بالوطن والمهم شيء استاذ العزيز محافظة ومصلحة المحافظة يعني الكل يعلم الانبار منطقة عشائرية وبها النزعة القبلية موجودة اضافة الكوادر المثقفة بس أنا بس أريد أوجه فكرة أنا قلت قبل أتحدى شيخ عشيرة باستثناء طلع يمكن أحد شيوخ قبيلة البفيت الشيخ رافع عبد الكريم طلع على عدة وسائل وهذا الشيخ ابن شيخ وما جرح بأحد نعم أما اليوم أجيب لك إياها من الغربية عشائر السلمان عشائر الكرابلة عشائر العبيد عشائر البسودة عشائر كل عشائر الأنبار شيخ القبيلة وشيخ العشيرة الحقيقي ما طلع على وسائل الإعلام وحكى وإضافة اليوم أبناء الأنبار أبناء العشائر ضحوا بالتحرير وأنطت العشائر عدد كبير من الشهداء في سبيل تحرير محافظة الأنبار أما يطلع شخص متلون قد يكون يندفع ببعض الأمور بعض المغريات المادية بعض الأمور يطلع يحكي هذا يعكس وجهة نظره ولا يعكس وجهة العشيرة ولا يعكس وجهة القبيلة فأما أنا أحد اللقاءات طلع أحد الشخص قال أضرب الفلوجة بقنبلة من إيران بقنبلة كيما قلت هذا ما يمثل لا الفلوجة ولا يمثل عشائر الأنبار حميد الهايس نعم. وطلع حكيتها بوسائل الإعلام قلت هذا يمثل رأي الشخص فقط وما نسمح له لا هو ولا الوراء يحكي بهذا الأسلوب يضرب الفلوجة بقنبلة نعم ما تبرأ من عنده القصد من كلامي هذا احنا إذن وين أنا أقول لك شيوخ العشائر بالأنبار شيوخ قبائل قاعدين بمضايفهم ما لهم علاقة بهاي الأمور وإذا انتقدني أنا شيخ عشيرتي هذا فخر إلي ونبهني بس اللي يطلعون دول محسوبين على الشيوخ أما اليوم نجي على موضوع الانتخابات والنزعة القبلية قطعا هاي موجودة وما أعتقد اليوم بالعراق خصوصا بمناطقنا بالمحافظات الستة اليوم أكثر خاصة بالمناطق الريفية وليس بمراكز المدن تختلف مراكز المدن ينتخب أنت نزلت مرشح عن وين؟ أنا عن الفلوجة عن الفلوجة يعني منطقة شنو معناها قبلية لا لا المدينة أنا ما فوزتنا عشيرة البايس أنا فوزتنا مدينة الفلوجة عموما وحي الجولان خصوصا اللي بيها خليط من العشائر كمراكز المدن تختلف عن القرى شو تقدم لهم عفوا استاذ شو تقدم لهم انتخبوك يعني ليش ما تدير الحوار انت دكتور لا ما انا لازم موضوع يهمني جدا يلا تفضل سأل. انا كنت محامي واشتغل بال يعني فمنطقه شعبيه ولدت بيها ولدت بمدينه الفلوجه وقطعا كنت متعاون بالاضافه لهم ولهم فضل علي بعد كثير من الامور فيعني وانتخبت وفزت الوحيد من مركز مدينه الفلوجه بس اليوم اكثر الانتخابات راح تكون ذات صبغه عشائريه بحته هاليوم هي الانتخابات اليوم اذا انت ما عندك عشيره ما تفوز اوكي انا بس الدكتور سعدون يعني اليوم احنا يعني اليوم يا حبذا انه اهل العراق عموما العراق عموما دياله صلاح الدين البصره النجف العماره ينتخبون الشخصيات اللي يعني الشخصيات الغير متلونه الشخص يعني واحد شخص ما ينباع شخص ما يعرفهم شخص يبقى متواصل وياهم شخص يعرفون أولياته ويعرفون تاريخه أما اليوم أنت مثلا تجي
رجل الدين لابس عمامه ونزل الانتخابات، روح اقعد بحسينيتك لو بجامعك، شيخ العشيره روح اقعد بمضيفك. اكو ناس تكنقراط، اكو ناس مثقفين، اكو ناس اساتذه اكاديميين، مهندسين، تربويين، حقوقيين، هذا يقدر 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 يشرع سواء مجلس المحافظه او بالبرلمان. يعني انت عندك مجلس المحافظه او بالبرلمان مرات هو خريج قانون بس هو كلها خريج هاي الكليات الاهليه اللي ما دارس بها حقيقه، مهندس ما عنده معلومات فنيه، فهذا كله بالتالي ينعكس على نتاج الحكومات المحليه والحكومات المركزيه بالتشريع. بينما من يجي الشخص مهني سواء كان اعلامي او فني او حقوقي او اكاديمي، هذا عنده تاريخه ويخاف على سمعته وشهادته، ما راح يقدر يعبث عبثا بالقرار او يجامل. يعني مثلا انا بمجلس المحافظه عرضوا علي في سبيل صوت وما انبعت، وغير من اعضاء مجلس المحافظه $50,000 وجكسار اخذوا، ليش؟ انا ما انتخب اللي ينباع، انا انتخب الشخص اللي يثبت مكانه. دكتور سعد هو الجماعه، لا 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 احكي لك، انا على جكسار بالبدايه، انا ما احكي، انا ما احكي، بس انا ما احكي مو عليك، بس صلاح الدين ما صارت فيها مشاكل، دياله ما صارت فيها مشاكل. انا اليوم هاي انا احكي بصوره عامه، ما احكي بس على محافظه دياله بها تقصير، دياله انه المكون الاكبر اللي هم السنه المحافظ راح من دياله بسبب الصراعات بالحكومات المحليه بدياله. صلاح الدين انت انا شفت قبل كم يوم سيد محافظ صلاح الدين ابو مازن على قناتكم الكريمه، هاي الخلافات السياسيه اللي تنعكس على المواطن. الموصل اليوم مجلس الموصل يريد يستجوب المحافظ وقيل الانبار، اذا مو بس الانبار بها مشاكل، اذا قارنا الانبار افضل حال سياسي بالنسبه للمحافظات السنيه الاخرى. افضل حال؟ نعم. افضل حال؟ لا مو افضل حال. انت بالبدايه تقول دياله اهدى من الانبار. لا 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 ما دخل، احنا نشوف الصراع السياسي بالانبار سواء كان للحزب الاسلامي او لقاسم الفهداوي او لجمال كربولي او للمستقلين، هو يبقى او احمد ابو ريشه او اي شخص هو تابع المحافظه من عشائر المحافظه، حتى اذا صار صراع يبقى اللي لازم زمام الامور بالمحافظه هو ابن المحافظه من مكونها. اليوم بصلاح الدين هاي الخلافات، يعني صلاح الدين أغلبية سنية، ديالة أغلبية سنية، محافظ ديالة وين رأي المسار؟ سيد مثنى التميمي. إذن سيد مثنى التميمي مع اعتزازي للألقاب والأشخاص، بس هو كان حصة السنة بدياله. احنا خلال حتى الصراع السياسي بالمحافظة قطعا هو محافظ من نفس المكون من الأنبار، بالتالي ما راح يأثر التأثير السلبي، أو تأثير بسلبيات بس مو على حجم التأثير بدياله وصلاح الدين والموصل، لأن الموصل بها مكونات، بها اليزيد، بها الشبك، بها التركمان، بها شور كثير كثير. دياله نفس الحاله وصلاح الدين نفس الحاله، فيصير بها تغيير ديموغرافي مثل ما صار بدياله ويتحملونه شخصيات دياله. اليوم حكي طبعا نبهني الدكتور على سيطره الصقور، سيطره الصقور يعانون منها الانبار معاناه شديده، بس من هي اليوم؟ هي مو تابعه لعمليات الانبار ولا عمليات شرق الانبار، تابعه لعقيات عمليات بغداد. خلي يقعدون قسم من نواب الانبار اللي نايمين بالبرلمان يداومون او ما يداومون، يروح حتى يلتقون بسفراء بعض الدول، خلي يقعدون ويسوون استدعاء القائد عمليات بغداد ووزير الدفاع واستجب، اقدر افتح عده منافذ سونارات وغيره. اليوم مو تحت تصرف الحكومه المحليه بمحافظه الانبار، انا مو دفاعا، اليوم انا قد يكون انا صيب الروانيه خصومه سياسيه وغيره، بس سلطه عمل الصقور الى بغداد، من يحاسب وزير الدفاع؟ من عنده سلطه استجابه وزير الدفاع وقائد رئيس الوزراء؟ اضافه الى مشاكل جمه من ضمنها المعتقلين محافظه الانبار والرزازه والصقلاويه. عم الرزازه بيها من صلاح الدين كثير. خلي عمود وقت الدكتور سعدون. دكتور سعدون افضل حال الانبار الان؟ انا الان اقتنعت بوجهه نظر جاسم العسل، انا مو انت تكون بالصوره. نعم. اليوم انا كمقدم برامج اقتنعت، لانه فعلا يقول لك مهما راح يصير خلاف ما راح يصير تغيير ديموغرافي، مهما راح يصير خلاف راح يجي واحد ابن المدينه هم هو يلزم المدينه، مهما يكون خلاف بين الرؤوس الكبار من 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 ساسه المدينه هم يبقون ابناء الانبار. لكن انتو دياله صار خلاف، شنو صار بعدين؟ صار تغيير ديموغرافي. نعم. بس وضع مأساوي. مو ابو صيدل هسه برأي اشتباكات عشائريه، وهاي بين هاي مشكله عشائريه مو مشكله سياسيه. وبكل الاحوال اذا نريد نرجع ان كرسي المحافظ راح من ايديكم. نعم راح من ايدينا.
شلون هو العراق يعني هو هي بس الكرسي المحافظ راح ولا منصب المحافظ؟ نعم. طبعا بس تعليق على موضوع سيطره الصقور ويبدا يعتب على اعضاء نرجع على ما باقي الوقت اعضاء مجلس النواب سياراتهم ظللوا وحمايه تطلع الرون سايت فما حاسين بالمعاناة ولا حتى المسؤولية فما ما يهمهم. وهذا دليل قاطع انه ما يهمهم المواطن ولا لو هو يعاني معاناة المواطن. احنا نكون منصفين محمد الكربولي راح اعتقد راح انا رحت يا مرتين محمد الكربولي وين راح يعني على سيطرة الصقور. المهم هذا الموضوع بالنسبة للديموغرافي والتغيير الديموغرافي زين والنخب ومشاكل النخب ومشاكل الحدود مع كربلاء ايضا اكو. شوف اذا تجي على المشاكل استاذ جاسم انا احترم وجهة نظره. المفروض الأنبار بما أنه من طائفة واحدة وكلها عشائر والناس تعرف ناس حالة حال البصرة حالة حال المحافظات الجنوبية عموم المحافظات الجنوبية ما تصير بها مشاكل هي المناطق. قل لي شنو السبب اللي تصير مشاكل بالمحافظات مثل ديالة لأنه خليط قد يكون خليط غير متجانس بسبب الاحتلال الأمريكي للعراق احنا اللي هذا نشيله من بان هذا سببه وإلا المحافظة اللي من المكون واحد المفروض ما صار بها مشاكل حتى إذا لفت ودارت وراحت وترجع على نفس المنصب لنفس الطائفة. لكن أنت قل لي المواطن الأنباري عانى أكثر من مواطن ديالة نعم صارت فيها مشاكل في مناطق مثل أبو صيدة وصار بها تهجير المخيسة القبة قسم من أطراف المقدادية صارت. أنا ما أقول لك ما صارت مركز معقوبة ما صارت عندنا بمشاكل كان بيخطف وما خطف موجودة بكل محافظاتنا موجودة لكن مو تبرير احنا نتمنى كل العراق يستقر لكن يفترض بما أنه من طائفة واحدة مكون واحد في محافظة الأنبار ما تصير بها أي مشكلة لاكو يعني نعم اكو أحزاب سياسية مصارين البطن تتحارب أنا وياك لا مو هي المشكلة أنا ندافع عن السياسيين بغض النظر عن أنا ما قاعد أدافع على السياسيين أو نتهجم على السياسيين الواقع ولا أتهجم على السياسيين لا نتهجم وسولف اللي ببالي يصير خلي يصير ضيف لك زين. فإحنا بالنسبة أن نرجع ونقول أنت إذا تقول الأستاذ جاسم يقول القبلية متغلغلة وموجودة عند الناس بالانتخابات لا تخلي أبشر المواطن الأنبار وكل المواطنين بالعراق كل العراقيين أنه إذا ما تصلحون حالكم بالاختيار والله إلى العراق يرجع يعني كل ما تجددون الانتخابات لهؤلاء الوجوه الآن موجودة الكالحة اللي ما شفنا من عدها غير القتل والجوع والتشريد هاي النازحين هم يدفعون ثمنها سبب النازحين الآن مدى يرجعون أسد انتهينا داعش الله خلصنا من عدها بالأنبار طيب ليش ما يرجعون النازحين الآن أغلب النازحين في المناطق الأنبار الرمادي رجعوا الفلوجة قسم رجعوا بس أكون مناطق متباعدة عن الرمادي لا فقط عندنا فقط يعني بس جرف الصخر والعواسات تقريبا مناطق طيب جرف الصخر يعني سؤال. انا اريد اسال سؤال بس اذا تسمح لي مو حتى وقتي انا ارجع لك بس تفضل سؤالك لا مواني انت قالت الانبار وحشت بس الانبار بس سؤال اليوم الجبور ينتخبون غير الجبوري؟ لا لا مو انا التسؤال انا ما مسؤول عن احنا واجبنا الان حضرت انا وياك لازم ننبه الناس اتمنى لازم نوعيهم الانتخاب ليس على اساس عشائر وانما على اساس الكفاءه بس اليوم بمحافظتنا سواء صلاح الدين او بدياله عندك اليوم على سبيل المثال رعد الدلك منطقته وصلاح الجبور منطقته الجبور راح ينطل للجبوري هاي احنا عندنا نزعه عشائريه صارت مثل ما اليوم السني ينطل السني والشيعي ينطل الشيعي غصب عنك وعنا صار هذا اليوم انت الاتحاد القوى صارت قائمة سنية والتحالف الوطني الشيعة كلهم راح يروحون على التحالف الوطني والسنة كلهم يجون بالتالي انعكس واحد انت تقدر تنتخب علي الأديب بالانتخابات الجاية بغض النظر علي الأديب يعني انا ما انتخبه لا انت لا تقول لي بغض النظر ما انتخبه ولا تقدر تنتخبه احنا واجبنا من خلال هذا المنبر المبارك بهذا الشهر المبارك احنا واجبنا مو فقط ننتقد احنا نطلع بنتيجة بهذا اللقاء احنا يجب ان ننبه المواطن نقول له يا مواطن على الاقل تقديرك قبل زمن توفية الشاشة لا تنتخب هذا مركز المدينة بس احنا ننبههم استاذ جاسم احنا انت الان واجبك قد يكون انت الان مع احترام شخصك دورك بما انه انت مو بالسلطه وهي حقيقه اللي بالسلطه صوته يكون مسموع اكثر هو بالسلطه زين فان شاء الله ان شاء الله انت والخيرين الله ينصرك لكن انا شريت من عندك يا استاذ جاسم من خلال العشائر النادي عبر هذه الشاشه في هذا الشهر المبارك النادي كل المواطنين نقول لهم يا احنا
عندنا احنا ما ظلنا عندكم، قدرنا بالحياه، صرنا اكاديميين ودرسنا بجامعات، مفهومنا للوضع السياسي، مراقبتنا للشان العراقي، ترى اذا بقيتوا على هذا الحال ما راح ينصلح. اذا ما ردتوا تختارون الشخصيات التكنقراط اللي حكوا بيها وكذبوا بيها وتالي جابوهم كلهم منتمين للاحزاب مثل وزير التعليم العالي هذا العيسى حيدر العبادي، زين حيدر العبادي والله انا احترمه صدق، انا ما اتملق لاي مسؤول والله الذي لا اله الا هو الا هو حيدر العبادي، الرجل ابن عائله وعائله معروفه، لكن المشكله التاثيرات الجانبيه ما تخليه يشتغل. دكتور اذا تسمح لي دكتور حيدر العبادي اليوم رئيس الوزراء العراقي وغصبا عني وانا احترمه بهذا الجانب، طيب. بس انا ما اريد اناسبه، هذول حيدر العبادي السؤال على المختطفين، السؤال على المعتقلين اخي، مو بس حيدر العبادي، لا لا اليوم القائد العام، اليوم ما ما ضيع العراق غير الاحزاب الاسلامية، لا لا انا وياه ما ضيع العراق غير الاحزاب الاحزاب اللي لها ارتباطات. طيب شنو البديل؟ اعطيني البديل. البديل نحسن الاختيار اخي. شلون نحسن الاختيار؟ لا انت توعي الناس، بده يقول لك موضوع عشائري. لا لا ماكو، لا لا شنو وياك؟ لا لا احنا من خلال قناتكم، القنوات الوطنية، الإعلام، علاقتنا بالشخصيات المعروفة نقدر نتكلمكم يا ناس، هذا العراق عراق الكل. احنا قبل 2003 كان من يسأل هذا منه؟ كنا بجامعات، حضرتك تعرف كنا بالجامعات قبل 2003، يعني جامعة بغداد، الموصل، بصرة، بعدها جامعة المستنصرية، من كل انحاء العراق. وقتك خلاص دكتور، مشطتني وقت انت ما سالك ساعتك يا رجال. لا فاحنا نحسن، يعني كلمه اخيره حقيقه، نحسن الاختيار. راح ارجع لك راح نقدر نحسن الاختيار ام لا؟ ها استاذ العزيز، وجهه نظر الدكتور وجهه محتبره جدا، بس جميلة. منو اللي يفرزها؟ يفرزها المواطن. طيب. انا بدي احكي لك، اليوم احنا صرنا السني يروح ينتخب سني، الشيعي ينتخب التحالف الوطني، بالتالي المحافظات صدقني يا اخي اليوم مراكز المدن، مراكز المدن تختلف. هسه ما تشيلك بالفلوجه، مختلف شرائح الفلوجه انتخبت نوع عشائرها، بس تروح انت مثلا على البوفيهت او على هيت وعانه وراوه، ما ينطون، كل واحد ينطي ابن عشيرته، مثل الجبور بصلاح الدين ومثل بدياله، نفس الحاله اليوم احنا صارت المجتمع نوع مو الجبور، مو شرطك وجبور يجوز ينتخبون سامرني، مو شرط، مو انا دخلك بالاثر بكلام السيد المحافظ ابو مازن، لا بالعكس ابو مازن رجال صديق واخ عزيز والله، وانا جاي كل احترام، بس اقصد اليوم احنا مراكز المدن تختلف نوعا ما عن مركز، وبغداد تختلف عن المحافظات. اليوم مركز المدينة بها خليط من العشائر، تنتخب الشخص سين من عشيرة صاد، وهاي العشائر الحروف 28 يعتبر عشائر كلها تنتخب هذا الشخص. بس اليوم انت تروح على مستوى العشيرة، اليوم خلي اضرب لك مثل عشيرتي انا عيساوي، تروح انت عيساوي مرشح من عشيرة البعيسة بعمرية الفلوجة، ينتخبون واحد عاني او راوي او سين من الناس؟ مستحيل. قد يكون واحد اثنين ثلاثة اذا صديقة او مثلا متأثر بثقافته، بس اليوم احنا ما نقدر ننكر هاي العشائرية اللي موجودة بمحافظاتنا. صحيح. قطعا مراكز المدن لا، العيساوي والمحمدي والجميلي والجبور هاي قد يكون انتخب واحد راوي او عاني او حديثي، لان مركز المدينة يختلف عن النظر العشائري. اول يعني تجعيب ابن عمي قرايبي مستحى، انا اريد اوصل رسالة. نعم. على المعتقلي. نعم. اذا تقدر تفضل. يعني تفضل الأخ قال حيدر العبادي، طبعا دكتور حيدر العبادي رئيس وزراء العراق، والله يعني استلم العراق بظروف تعبانة جدا سواء موازنة أو وضع أمني. نعم. بس أنا اليوم احنا قابلتنا أكثر من مرة، قابلناه كحكومة محلية، عندنا المعتقلين مال رزازة. نعم. عندنا مال الصقلاوية شكلت. نعم. شنو رد عليكم سيد العبادي بالنص؟ انطيني رد السيد العبادي. راح اشكل لجنه بمقابلنا. أي. شكل لجنه، ولحد الان مال الصقلاويه ماكو. نعم. ما بين عليهم اي شيء. مال الرزازه قال ما جهه ما معروفه من هم، لحد الان ما نعرف لا ارقامهم ولا نعرف لا ارقام سياراتهم ولا هم، بالنص قالها رئيس الوزراء. احنا اليوم انا اتمنى اني بالبرلمان، بقبه البرلمان. شو تسوي؟ والله لو قبة البرلمان عندكم نواف، عندنا اكو بيهم كم نائب؟ عندنا امانه نشوف احمد السلماني. اي يحكي، عندنا محمد كربول يحكي، عندنا كم نواب، النواب ما اعرف يعني، ما خاف عذرا لقاء وردي كانت تحكي.
نعم. يعني عندنا كم نائب يحكي، بس انا ما احكي بس على انبار. اليوم انت عضو برلمان تمثل العراق كليته، والله المفروض يصير ومحتصمة شلون هاي صاحت على اسوار سامراء ومحتصمة، المفروض ذولا يستجوب رئيس الوزراء، وزير الداخليه، وزير الدفاع، كل ذولا يتحاسبون، لازم احدد مصير. هم مختطفين، مختطفين ما معلومه جهه، معتقلين انطيني عد من المعتقلين، هذا بقانون المحاكمات الجزائيه وقد يكون اتفقوا يا الدكتور، لو معتقل لو مختطف، اذا مختطف حسابه واحد. وعلما احنا عندنا ثقه بالبوادر الاصليه مال وزير الداخليه. نعم. الحالي قاسم بهرجي. نعم. يعني عنده بوادر ايجابيه لحل حاله كثير يعني ممكن تنحل وان شاء الله بدقيقه. يعني شنو رايك اليوم اذا سيد حيدر العبادي يوجه في تشكيل لجنه ويقول والله احنا ما نعرفهم، هم جزء الناس كلها تعرفهم منهم؟ ليش بس اللجنه؟ كل لجان التفجيرات اللي صارت، لجان مصعب بن عمير اللي بالمقداديه، والسيد رئيس البرلمان سليم الجمهوري بن المقداديه شكلوا لجنه وراحوا 200 مصلي، تفجيرات الكراده، تفجيرات هاي اللجان انساها استاذ جاسم. هاي لا مش ما يطلب نتيجه، قصدي رئيس الوزراء العتب انت. نعم. الان اكو حكومات محليه اخي. نعم. حكومات محليه وين دورها العاد؟ ما يحكون المعتقل من خطفه، هسه مثلا خما خطفه قائد الشرطه تلمبار، حتى حاسب قائد الشرطه تلمباراني، شنو دور قائد الشرطه؟ على الشرطه ما بيده شيء، ما له علاقه يا اخي العزيز. نفس الوقت جميل دكتور سعدون العجيلي، شكرا جزيلا لك. تذكر يوم تولي يوم صويت؟ قد كان عمرك؟ 12 سنه. وين كنت؟ بديالة طبعا. شكرا استاذ جاسم، عسى تذكر يوم تصمت هوي. بالرابع ابتداء صمت ورحت اجيب معهم كاسر من بيت جد العصر وكان اكل منه بالطريق، وقلت لهم واني والله لام ابوي. شكرا استاذ جاسم العسر، معاون نائب محافظ الانبار سابقا، شكرا لك. الاكاديمي والباحث عن العراق دكتور سعد عجيل، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم احبتي على حسن المتابعه، نلقاكم ان شاء الله في حلقات مقبله، في امان الله.